السيدات والسادة، يسعدني في البداية أن أرحب بكم في حفل تنصيب السيدات والسادة رجال السلطة الجدد الذين التحقوا بهذا الإقليم على أثر الحركة الانتقالية التي عرفها سلك رجال السلطة يوم 5 أغسطس من هذه السنة، تنفيذا للتعليمات الملكية السابعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وليده، الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايا الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب مسؤولية وتجسيدا للمفهوم الجديد للسلطة الذي ما فاتئ جلالته حفظه الله وإياده يؤكد عليه في كل مناسبات باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي. حضرة السيدات والسادة، شملت الحركة الانتقالية لرجال السلطة مغادرة 10 رجال السلطة وتعيين 9 رجال السلطة جدد في هذا الإقليم، وتمت ترقية 2 من خلفاء القوات لدرجات قائد. وفيما يلي أشار تقديم السيدات والسادة رجال السلطة الوافدين على أقليم جديدة، ويتعلق الأمر به السيد صديق حفيظ. تم تعيينه كاتبا عام لأقليم جديدة بعدما كان يشغل منصب كاتب عام رئيس الشؤون الداخلية بإقليم رشيدية، وذلك خلفا للسيد محمد عتياوي الذي تم إلحاقه بالمصالح المركزية. السيد مصطفى شتوان تم تعيينه رئيس لدائرة سيد إسماعيل بعدما كان يشغل منصب رئيس دائرة إيمو الزاكندر بإقليم صفر، وذلك خلفا للسيد محمد أطبيب الذي تم تعيينه رئيس منطقة حضرية بإقليم أسفل. السيد نور الدين كيناني تم تعيينه رئيس دائرة بقسم الشؤون الداخلية بإقليم جديدة بعدما كان يشغل منصب رئيس دائرة خريبكة بإقليم خريبكة. السيد يوسف مداوي الذي تعذر عليه حضور لدوائر مهنية، تم ترقيته رئيس دائرة مدير حي الجامعي بإقليم جديدة بعدما كان يشغل منصب قائد بلينوش بعمالة مدينة الفنيدق، وذلك خلفا للسيد صالح جدي الذي تم تعيينه كاتب عام مدير الحي الجامعي لعملة مقاطعة حي حسن. السيد بدر الدين غزالي تم تعيينه قائد قيادة الحوزية بعدما كان يشغل منصب قائد تيلوكيت بإقليم أزيلان، وذلك خلفا للسيد صالح مزدوك. السيد كمال العسري تم تعيينه قائد قيادة ولاد حمون بعدما كان يشغل منصب قائد قسم السيد عبد الله بن مبارك بإقليم طنطا، وذلك خلفا للسيد رضوان فكري الذي تم تعيينه قائد أصدار زيتون بإقليم تكوان. السيد ناصر مزين تم تعيينه قائد قيادة الشوكة بعدما كان يشغل منصب قائد في أسكا سيد داوود بإقليم حوز، وذلك خلفا للسيد سعيد بنانو الذي تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بعمل سلا. السيد خالد منتهي تم تعيينه قائد قيادة المهرزة الغديرة بعدما كان يشغل منصب قائد أوركي بإقليم السرانة، وذلك خلفا للسيد عبد الله جرموني الذي تم تعيينه قائد ملحقة إدارية بإقليم بولميم. السيد سعيد بن علا تم ترقيته قائدا لقيادة ولاد حمدان بعدما كان يشغل منصب خليفة قائد بقيادة الشؤون الداخلية مكلفا بالشؤون الانتخابية، وذلك خلفا للسيد سعد أشغاف الذي تم تعيينه قائد أوركي بإقليم قلعة السرانة. السيد صلاح مزدوك تم تعيينه قائد الملحقة الإدارية الثانية من بشوية الجديدة بعدما كان يشغل منصب قائد قيادة الحوزية بإقليم جديدة. السيدة زينب الوزاني تم تعيينها قائد ملحق الإدارية الأولى ببشوية أزمور بعدما كانت تشغل منصب قائد الملحقة الإدارية ببشوية الجديدة، خلفا للسيد عصام عبابو الذي أقيم شهر هورا بعمل تسخيرة مرأة. السيد عبد الرحيم الميلي تم ترقيته وتعيين قائد الملحقة الإدارية الأولى ببشوية الجديدة بعدما كان يشغل منصب خليفة قائد قسم الشؤون الداخلية، وذلك خلف السيد زين الوزاني. السيد عبد الرحيم عشير خليفة قائد تم تكليفه قائد الملحقة الإدارية الرابعة من نينيفا، وذلك خلفا للسيد عبد الله الكبلى الذي عينا قائد بندوز بإقليم السد. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.